هاي جايز كيفكم؟ لا تخافوا، هاي انا، لا تخافوا. اوكي عم بفك شعراتي كثير متاخره، بس شو رايكم بالميك اب؟ اللوك كامل بورجيكم اياه بعدين، بس الميك اب قصه ثانيه. ف لين ما عم تساعدني بشعري، بس شكله رح يطلع حلو. شوفوا هاي اول خصله، هاي ثاني خصله، وهاي لين ثاني جاي تحارب. بليز يا جماعه اس او اس تحكي لي. لا هدول شو انت ما لقيت غير هدول؟ تتجدد نيو كولكشن. تسألني عن الجرابات يا جماعة مشان قلت لي عنده فضول. جايز انا بوسي جرابات، ليش بتحبي بقلكم جرابات؟ بس والله صار في البيع صح؟ طبعا ليه ما عم تقدر تساعدني؟ مشان الله يا جماعة قلوا لا تساعدني. اصور لكم يا جماعة، خليه يتفك لحاله انا اصور لكم. لو سمحتي ساعديني اول مرة بخلص قبل، خليني الحق اصور واذن لشوي. والله بتعرفي لو شعري ستريت ومو هيك كنت خلصت قبلها. انا اصلا خلصت ميك اب قبل كل شيء. تصدقوا نمت من 6 لل 7، هلا الساعه 8 سو فقت على الساعه 7. عم بركض، ركض، خلصت كل شيء على 8 بالضبط، يعني اخذت ساعه. ما بعرف ليش كنت هالقد عم ماطل الصراحه. اول ما كان فكر انس اسواره فوق، شو رايكم؟ حسيت رح يكون حلو، احلى شيء التان. يا ريت تان، يا ريت عن جد تان من قلبي، يعني انا مو قصدي تان، يعني لو نيه تان اوكي. لا تورجيني لك، لا تورجيني بعدين. هاي جايز اوكي، اول شيء بعرف لا تنصدموا، انا لانا لا تخافوا. هدول شعراتي. اوكي سو شو رايكم؟ اوكي عاجبيني كثير 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 كثير، لأني طالعة أجنبية على الآخر، يعني هيك حاسة حالي روسية، وكتير لابقين لي لأنه أول مرة يمكن بعمل هيك. ف شو رأيكم؟ What do you think؟ هذا الأوتفيت الكامل حسيته كتير حلو وبس. What do you think؟ كانوا صارت كتير نظيفة يا جماعة. قدي صار لي مغسلته، مصطفى غسل لي اياها. شوفوا النظافه، او ماي جاد، حسيت مو سيارتي والله. اول مره هالقد تكون نظيفه. الله اكبر الله اكبر، والله حركات. الله 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 الله. لا والدولاب، شوفوا الدولاب كيف عم يلقلق. واو